أعزائي الطلاب الطالبات، إلى غاية الآن ركزنا على الأنوية الفردية، إذن أي أود في هذا الحال، بما أن أي هو مجموع البروتونات والنيوترونات، زي زائد إن في هذا الحال، إما لدينا زي مزدوج وإن فردي، أو العكس، زي فردي وإن مزدوج. الآن سوف نهتم بالأنوية الزوجية في هذا الحال. بالطبع لدينا حالتين، الحالة الأولى أنه زي وإن الاثنين فرديين. في هذا الحال كنا شفنا بعض الأمثلة، مثلا إذا تذكروا السكانديوم والتايتانوم، إذا ممكن يكون مثلا بعض الفالنس من البروتونات وبعض الفالنس من النيوترونات، ونستمر في الكابلينج ما بين النوكليونات على حساب الطرق التحليلية اللي شفناها من قبل. الحالة الأخرى وهي الأنوية الزوجية الزوجية، إذا زي زوجي وأن فردي. ومثال عن ذلك التن 130. التن 130 إذا في الشكل 514 يحتوي على 50 بروتون، إذا الجي 9 هالف شل مملوءة تماما، ويحتوي على 80 نوترون، معناه باقي له فقط نوترونين باش يوصل إلى 82 اللي هو العدد السحري ليغلق ال H11 هالف. إذا ال H11 هالف اللي تحمل ماكسيموم 12 نوكليون مملوءة فقط ب 10 نوترونات، باقي فقط 2 نوترونز، إذا فراغين أو 2 هولز في الطبقة هذه. من جهة أخرى كل النوكليونات مزدوجة، إذا في هذا الحال كل زوج يشارك بسبين صفر، وبالتالي مجموع السبينات كلها صفر، ومجموع الباريتيز كلها بلس. إذا إذا ضربنا كل الباريتيز مع بعضها البعض، فنتحصل على بوزيتيف باريتي. إذا الجراوند ستيتس المتوقع من الشيل موديل للإيفن إيفن نوكلياي كله صفر بلس، سبين زيرو، إيفن باريتي للجراوند ستيتس. وهذا هو ما يلاحظ تجريبيا لتقريبا كل هذه الأنوية هذه. إذا هذه النقطة هذه مفروغ منها، والآن نريد الكلام عن الحالات المثارة، إذا formation of excited states. للتذكير في الشابتر 3 وتحديدا عندما استخلصنا المعادلة 3.28، إذا البايندين انرجي للقطرة السائلة المشحونة، كنا تكلمنا عن البيرينج تيرم او البيرينج انرجي دلتا. اذا the pairing energy delta is usually expressed as AP، اذا الثابت AP، اذا الادجستمنت يعطينا 34 أميري تقريبا، ومضروب ب A أس سالب 3 على 4، اذا موجب للانوية الزوجية الزوجية، سالب للانوية الفردية الفردية، وصفر للأنوية الفردية تماما، أي أود نوكلياي. إذا هذا الترم هذا يعطينا تقريبا التقييم لكسر زوج. إذا سوف يكون قريب جدا لهذا البيرنج أو الإنرجي اللازمة لكسر زوج. وإذا عملت حساب تقريبي، إذا تأخذ مثلا أي في حدود 150 200، مثلا إذا أخذت أي يساوي 150 أس سالب 3 على 4 مضروب بتقريبا 34، تلقاه في حدود 0.8 أميبي. إذا خلينا نأخذ 1 أميبي أو تقريبا 1 أميبي كأساس لكسر زوج في عملية الإثارة. To form an excited state, we can break one of the pairs and excite a nucleon to a higher level. بالطبع هناك إذن شيئين هنا، إذن كسر زوج، إذن ممكن بعد كسر الزوج النوكليونين يبقوا مثلا على نفس السبشل، وبعد ذلك ممكن نصعد بين قوسين أحد النوكليونين إلى مستوى أعلى. الآن بعد ذلك the coupling between the two odd nucleons هو اللي يعطينا إذا spin والparity للlevels أو excited levels. رجعنا إلى شكل 5-6، ونحن نتكلم الآن عن مثلا كسر زوج من البروتونات على 1G9 half shell. إذا هنا إذا أردنا تصعيد أحد البروتونات فيجب أن نقفز هذا المسافة هذه، وهي مسافة طاقة كبيرة. وإذا عملنا إذا الكسر على النوترونات سوف يكون على 1H11 half، وفي هذا الحال تصعيد النوترونات يستلزم قطع هذا المسافة الكبيرة.
بما أن هذه العملية تتطلب قيم طاقة كبيرة جدا، فممكن نبحث عن حل آخر. إذا يمر دائما عن طريق كسر الأزواج، ولكن عوض ما نكسر الأزواج على الأزواج النوترونات على 1H 11/2، سوف نكسر أزواج النوترونات في الطبقات الثانوية الداخلية، مثلا 3S 1/2 و 3D 3/2، وبعد ذلك نصعد أحد النوترونات إلى أحد الثغرات، لأن هناك ثغرتين على 1H 11/2، إذا على أحد هذه الثغرات هذه، وبعد ذلك نمر إلى عملية الكابلينج. وفي هذا الحال هذه بالطبع هذه العملية تتطلب إذا طاقات إثارة أقل، وهذا ممكن يوصلنا إلى low line excited state. low line excited state معناه المستويات الإثارة الأدنى. إذا خلينا إذا ننطلق من الكونفيجوريشن للجراوند ستيت ل 10 130. إذا كل الطبقات للنوترونات مملوءة، لا نهتم بالبروتونات هذه الساعة، هذه لا نعمل إثارة على البروتونات، نعمل إثارة على النوترونات. إذا 2D 3/2 مملوء، 3S 1/2 مملوء بالطبع 4 و2 على الترتيب، و1H 11/2، إذا 10 نوترونات وثغرتين على آخر طبقة ثانوية. بالطبع سوف نتوقع أن low line excited states فيما يخص الويف فانكشن سوف تكون مزيج، إذا عملنا بطبع coupling ما بين هذه النوكلونات سوف تكون مزيج بين قوسين، إذا linear combination من الحالة من الويف فانكشنز لكل واحد من هذه الطبقات هذه. Then we could form an excited state by breaking the S 1/2 pair and promoting one of the S 1/2 neutrons to the H 11/2 subshell. وفي هذا الحال we would have one neutron in the S 1/2 subshell and 11 neutrons in the H 11/2 subshell. The properties of such a system will be determined mainly by the coupling of the S 1/2 neutron من الأول وال unpaired neutron من H 11/2. إذا لازم نعمل coupling ما بين G1 اللي هو 1/2 وG2 اللي هو 11/2. بالطبع الكابلينج يعطينا كل القيم المحصورة ما بين المجموع G1 زائد G2 و الديفرنس بالقيمة المطلقة G1 ناقص G2. في هذا الحال هذه يعطينا القيم 6 و5، من 5 و6. إذا نذكركم أنه الأنجلر مومنتوم يتغير بواحد في هذا الحالة هذه. Another possibility would be to break one of the D3 half pairs and again place an odd neutron in the H 11/2. إذا نفس الشيء سوف نعمل، إذا الخصائص الـ excited state سوف تكون مقسومة ما بين النوترون الباقي على D3 half والنوترون اللي صعد إلى H 11/2. إذا نعمل coupling ما بين G1 3 على 2 وG2 11/2، وفي هذا الحال هذه نتحصل على كل القيم من 4 إلى 7. إذا 4 5 6 و7 كلها قيم مسموحة. في الحالة الأولى S و D، أو الحالة في كل في كل في كل الحالتين S و D، إذا الاثنين إذا عندنا positive parity، إذا ال 0 و L يساوي 2، H odd parity negative parity، وفي هذا الحال الكابلينج للباريتي يعطينا دائما بلس مضروب ب ماينس، إذا كل states اللي نتحصل عليها negative states، negative parity states، odd parity. وهذا هو الشكل 514، وكما تلاحظون هنا الـ excited states اللي تنبأنا بها الآن هي negative، مثلا 7 minus، 5 minus، 4 minus، البعض منها يتواجد هنا وفي حدود 2 MeV. إذا 2 MeV، this energy is characteristic of what is needed to break a pair and excite a particle within a shell. إذا شايفين من قبل كنا شفنا قيمنا تقريبا الطاقة اللازمة لكسر زوج واللي هي تقريبا 1 MeV، وباقي الطاقة إذا سوف يستعمل لإثارة أحد النوكليونات، هنا النوترونات. And so we have a strong indication that we understand those states. إذن الـ configuration لهذا الـ negative states إذن تبدو واضحة.
الآن اقتراح آخر. Another possibility to form excited states will be to break one of the H11 half pairs. إذا ذكر أنه الطبقة هذه تحوي 10 أزواج، إذا عفوا 10 نوترونات، إذا 5 أزواج. إذا الزوج الخامس نقسموه ونخلي نبقي 2 نوترونز على نفس الطبقة. إذا وش يكون عندنا الآن؟ يكون عندنا إذا interaction أو coupling ما بين 11 half و 11 half، وفي هذا الحال سوف نتحصل على كل القيم من 0 إلى 11. وبالطبع هنا لدينا 2 نوترونز من نفس ال L، إذا حتما الباريتي سوف تكون موجبة، وسوف نتحصل على كل الإمكانيات 0 بلس 2 بلس 3 بلس إلى آخره إلى غاية 11 بلس. أخيرا الـ 2 neutrons they are identical particles. They are identical particles، وبالتالي الـ wave function لهم يجب أن تكون linear combination و symmetrized. وفي هذا الحال هذه الشرط السيمتريزيشن يعطينا أنه قيمة التوتال مومنتوم يجب أن تكون زوجية، وفي هذا الحال يجب أن نرفض كل القيم الفردية. بالطبع كيف نتحصل على هذا النتيجة هذه؟ هناك عدة طرق، من بين الطرق اللي ممكن الطالب يراجعها هي طريقة إضافة الماجنتيك كوانتوم نمبر، وفي هذا الحال نلاحظ أنه كل الإمكانيات وكل النتائج من إضافة التو كوانتوم نمبرز للأول والثاني فتعطينا فقط الكومبينيشنز المزدوجة للتوتال أنجولار مومنتوم. وفي هذا الحال إذا الإمكانيات المتبقية فيزيائيا physically admissible هما 0 2 4 6 8 و 10 بلس، ونفس النتيجة. إذا هذا الستيت هذا البعض منهم موجود في المنطقة المتوقعة، يعني في حدود 1 2 أميري، 2 بلس 2 بلس هنا 4 بلس 6 بلس، وبالطبع الجراوند ستيت 0 بلس هذا كنا تكلمنا عنه في بداية الفقرة. Then we have a reasonable description of the level structure باستعمال دائما تقنيات أو طرق تفكير النظرية القشرية. الآن المشكل إذا اللي جاي هو الاثنين بلس ليظهر ما بين المجموعة هذه، إذا المجموعة المتوقعة في حدود 2 أميري وما بين الجراوند ستيتس اللي هو الستيتس الاكسايتد ستيتس، هذا اللي هو اول 2 بلس ليظهر بعد الصفر بلس، هذا بطابع ثاني 2 بلس ليظهر، هذا اول 2 بلس، وهذا 2 بلس يظهر في حدود 1 ام في. شفنا انه طاقه 1 ام في هي تقريبا كسر زوج من النوكليونات. في مثال 1030 2 بلس يتواجد هنا على مسافه 1 فاصل ربما تقريبا 2 ام في، ولكن عندما نقارن عدد كبير من الأنوية الزوجية زوجية عفوا، نلاحظ أن هذا 2 بلس هذا معظم الأحيان يتواجد قريبا جدا من الاكسايتد من الجراوند ستيتس عفوا، وهذا يدل على أن التفكير الأساسي هذا لكسر زوج وإثارة أحد النوترونات غير كافي. ربما هناك طريقة أخرى لحل هذا المشكل باستعمال دائما النظرية القشرية، وهو كالتالي. إذا نبقى دائما في إثارة أو عفوا العمل فقط على النوترون ستيتس. إذا what are the possible ways to couple two neutrons to get two plus states؟ إذا ال two neutrons في ال H11 half they can couple to two plus بالطبع. We can also excite a pair of D3 half neutrons to the H11 half subshell. إذا مباشرة نصعد 2 نوترونز من D3 half إلى ال H11 half، وبعد ذلك نغلق ال H11 half، هذا يعطينا بالطبع ربطة متينة على ال configuration هذه. يبقى لنا في الأسفل one pair، إذا the two remaining neutrons في D3 half هذو ممكن نعمل لهم كسر وبعد ذلك recoupling ويعطونا أيضا 2 plus. التحليل هذا ممكن نعمله على الـ S1 half subshell.
إذا نفس العملية، واللي تستلزم أيضا كسر الـ 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 كسر الـ الـ الأزواج مثلا من D3 half ومن ونصعد واحد فيهم إلى S1 half subshell، وفي هذا الحال نعمل coupling ما بين 3 half و S1 half. هذا ممكن يعطينا اثنين ستيت باثنين بلس. في الأخير تلاحظون أنه دائما العملية هذه تستلزم كسر زوج وإثارة نوكليونات، وهذا يتطلب بالطبع في الأخير مجموع الطاقات التي اللازمة، فسوف تكون في حدود 2 أميفي، فبالتالي نحن بعيدين من ال 1.2 أميفي أو أقل. تمام، 1.2 أميفي أو أقل. إذن الفكرة هي أنه التفكير هكذا فقط بالـ pure wave functions، يعني دائما نستعمل one subshell وماكسيموم coupling ما بين subshell وsubshell، بطبع هذه بطبع تفكير تقريبي. It's only an approximation. It is unlikely، إذن من قليل الاحتمال that pure shell model states will appear in a complex level scheme. A better approach is to recognize that if we wish to use the shell model as a means to interpret the structure, then the physical states must be described as combinations of the shell model states. مثلا هذا 2 بلس هذا، إذا نقطة استفهام الويف فانكشن حقه، فهي عبارة عن linear combination، وهنا لدينا إذا الكويفيشنتس A B و C إلى آخره، إذا هذا complex numbers، ومضروبة ب كل الكونفيجريشنز اللي تكلمنا عنها. مثلا كابلينج ما بين نيو هو نوترون، نيو على H11 half، كابلينج على نوترون ل H11 half، او كابلينج ما بين D3 half و D3 half للنوترونات دائما، او ستيت اخر اللي هو الكابلينج الاخير اللي تكلمنا عنه اللي هو D3 half مع S1 half. بطبع كل واحد من هذا ستيتس إذا كان هو وحده إذا عفوا الكونفيجريشن هذه إذا كانت الوحيدة في التأثير، بالطبع تستلزم قيمة طاقة مقدارها 2 أميفي، في حدود 2 أميفي. هذا أيضا يتطلب 2 أميفي، وهذا أيضا وحده يتطلب 2 أميفي. ولكن عندما نلعب، إذا عندما نعمل بين قوسين adjustment أو parameterization للcoefficients A B و C، ففي هذا الحال سوف بعض الأحيان ممكن ننجح في التحصل على إجمالي جمع مجموع للطاقة ليكون قريب من 1.2 أميفي. إذن العملية هذه تتطلب بطبع adjustment للcoefficients. تمام، والهدف هو to force the state down to an energy of 1.2 MeV أو أقل. دراسة هذا الـ state 2 plus أو أول 2 plus في الأنوية الزوجية هذه عملت لعدد كبير من الحالات لأنوية أخرى، وكل واحد فيهم إذن يحتوي على هذا المستوى الغريب، إذن anomalous 2 plus states at an energy at or below one half of the energy needed to break a pair. إذا هذه تبدو وكأنها خاصية عامة للأنوية الزوجية. It's a general property وليست فقط تفاعل ما بين different أو combination ما بين different configurations من النظرية القشرية. وفي هذا الحال هذه بما أنه العدد الconfigurations وعدد النوكليونات التي تلعب دور فهو يزداد، فبالتالي هنا نغير النظرة، نغير إذن الأرضية التفكير باستعمال الآن السلوك الجماعي. It's a collective behavior، وبالتالي الخاصية هذه سوف تكون خاصية جماعية. It's a collective property and the origin، إذن مصدرها lies in the nuclear collective motion. إذن الخصائص هذه ليست فقط نتيجة من valence nucleon واحد أو اثنين أو ثلاث، وإنما لعدد أكبر من بعض النوكليونات. إذن in which many nucleons contribute cooperatively to the nuclear properties.
إذن الآن الخصائص الجماعية سوف تتغير بصورة تدريجية مع تغير العدد الكتلي مع كتلة النواة. They are mostly independent of the number and kind of valence nucleons outside the filled subshells. إذن العدد للفالنس نوكليونز ممكن يكون إذن فوق 2 3، ودائما سوف نلاحظ إذن بعض من تلك الخصائص. وما ننساش أن الخصائص إذا النوكليونية، يعني خصائص النوكليون الواحد في طبقته اللي جاية من النظرية القشرية، هذه تبقى دائما لاصقة على الخصائص الجماعية. فسوف نتكلم الآن عن الخصائص الجماعية، ولكن يجب أن نفكر دائما أن الخصائص الجماعية ليست موجودة وحدها في نواة معينة، وإنما هناك مزيج من كل الكونسبتس اللي درسناهم إلى غاية الآن. إذن سوف تكون دائما متمازجة مع الخصائص العنصرية، إذن اللي جاية من النظرية القشرية. في الشكل 5-15 الأعلى، إذن A، هنا نلاحظ طاقة الـ first 2 plus excited states، إذن the lowest 2 plus states in even Z and even N nuclei. الخطوط هذه إذا تربط الايسوتوبات، إذا the lines connect sequences of isotopes. إذا لاحظت هنا A إذا في الـ X axis، إذا 10 130 نحن تقريبا هنا، إذا نصعد هنا هذه إذا الايسوتوبات 50، إذا 10 موجود هنا، بالطبع نبحث، يجب أن نبحث بالتحديد مكانه هنا، ليس واضحا جدا، ولكن تتوقعون كنا شفنا أنه مكان الـ 2 بلس كان في حدود 1.2 أميري. إذا كما تكلمت عنه من قبل، شايفين الـ 10-130 موجود هنا 1.2، ولكن شوفوا مثلا هذا الفوج هذا أين يسقط. بالطبع لا نهتم بالأماكن هذه، الأماكن هذه هي الأماكن المغلقة بين قوسين، يعني أماكن الأعداد السحرية. إذا هنا بالطبع الشيل موديل هو اللي يلعب دور، هذا المكان هذا وهذا المكان وهذا المكان أيضا، ونحن نهتم مثلا بهذا المناطق هذه وهذه. وشوفوا هنا في المنطقة ما بين 150 و190 تقريبا، إلى أي درجة تسقط الطاقة لهذا الستيت هذا. هنا رانا تقريبا في حدود 10 أميري، يعني تقريبا 100 كي في في هذه المنطقة، وأيضا فوق ال 230 تقريبا هنا. إذا هذه المناطق هي التي سوف تلعب فيها الخصائص الجماعية دورا كبيرا. هناك أيضا إذا لاحظت في سلسلة الـ excited states للـ 10، كان هناك في المجموعة الثانية كان هناك state بسبين 4 4 بلس. هناك أيضا مؤشر آخر مهم جدا في الدراسة هذه، وهو النسبة ما بين طاقة الـ lowest 4 بلس state وتقسيم الطاقة للـ lowest 2 بلس state. إذا نقيس الطاقة للفور بلس ونقيس الطاقة للاثنين بلس، كل واحد هو أول فيهم، أول اكسايتد فيهم، ونعمل النسبة ونحسب نفس الشيء. إذا الأنوية اللي تكلمنا عنها هنا، فالقيمة بتاعها هي في حدود 2، شايفين 2 هناك بالطبع انتشار للقيم، ولكن نحن دائما هنا في حدود الاثنين، تمام؟ بالطبع ما نتكلمش دائما عن المناطق السحرية، إذا 50 82 و 126، هنا بالطبع هذه بين قوسين منطقة الشيل موديل. والمنطقة الثانية والثالثة اللي تكلمنا عنها، يعني هذه وهذه، شوفوا القيمة كم، رانا تحديد تقريبا في 3 فاصل، بالتحديد هنا رانا في 3.2 أو 3.3، هذا المنطقتين هذه هما تماما مربوطين هنا، شايفين السيستماتيك. إذا هنا فيما يخص النسبة هذه، إذا تحدد لنا منطقة أولى واللي هي منطقة المجاورة لاثنين نسبة، والمنطقة الثانية والثالثة هنا تحدد لنا كمية 3.3. المنطقة الأولى هذه تعرف تحت اسم المنطقة التذبذبية أو الفايبريشنال ريجن.
إذا كل الأنوية هذه سوف تتبع النمط الأول للكولكتيف اكسايتيشن، والمنطقة الثانية هذه تعرف تحت اسم الروتيشنال أو الدورانية، وهذه بالطبع تتبع النمط الثاني للكولكتيف اكسايتيشنز. في الشكل 15-16A الأول لدينا قيمة الماجنتيك دايبول مومنت للفيرست اكسايتد ستيت 2 بلس، وبالطبع هنا بواحد الميو ان، يعني تقسيم ميو ان. وبالطبع هنا المناطق هذه شايفين النيكل، هذا هو النيكل 86، نيكل 86 معناه 40 سحري على النيوترونات و28 على البروتونات، إذا سحري مزدوج. كالسيوم، هذا أظن كالسيوم 48، إذا 28 على النيوترونات و20 على البروتونات، إذا سحري سحري على الاثنين. أكسجين 16، 8 8، إذا دبلي ماجيك أيضا. زيركونيوم، لا أتذكر بالتحديد القيم للزي والآن، ولكن ممكن تتأكدون منها، هو دبلي ماجيك أيضا. تين 132، مو تن 130 اللي شفناه قبل، هذا تن 132، إذا 82 نوترون و50 بروتون، وهنا اللد أو الرصاص لد 208، إذا هذا أيضا دبلي ماجيك، 126 نوترون و82 بروتون، يعطونا إجمالي 208، إذا دبلي ماجيك. شايفين هذه منطقة إذا النوكلير شيل موديل، إذا الدبلي ماجيك نوكلياي، والمناطق اللي رانا نتكلم عنها الآن هي هذه. شايفين كم قيمة الماجنتيك دايبول مومنت، كم هي تقريبا مقاربة تقريبا هذا المعدل اللي هو أظن في حدود 0.8، نقول ما بين 0.6 إلى غاية 1 تقريبا، إذا معدل 0.8 كتقريبا قيمة مشتركة. إذا هذا يدل على أنه مصدر الميو للفيرست اكسايتد ستيت ليس الخصائص العنصرية للنوكليونات، وإنما شيء مشترك، وهذا بالطبع يفسر بالسلوك الجماعي. وأيضا إذا ألقينا نظرة على الإلكتريك كوادريبول مومنت لهذا الفيرست 2 بلس ستيت، إذا نفس الشيء، إذا الخطوط هذه تربط ما بين الايسوتوبات مع بعضها البعض، هذه المناطق للأعداد السحرية دبلي ماجيك، شايفين هنا 50، هنا رانا في حدود 82، وهنا رانا في حدود 208. وبالطبع المنطقة اللي نتكلم عنها هي هذه المنطقة إذا التذبذبية vibrational zone، وهذه rotational zone. بالطبع هناك فرق ما بين الاثنين، وهذا اللي إن شاء الله سوف نتكلم عنه في المقاطع القادمة إن شاء الله. أخيرا النظرة اللي نتكلم عنها الآن هي نظرة إذا جماعية، وتأخذ إذا مصدرها من التشبيه للنواة بقطرة سائلة، إذا the liquid drop model. For the vibrations and rotations of a nucleus resemble those of a suspended drop of liquid and can be treated with a similar mathematical analysis. كنا عملنا في الشابتر 3 كنا عملنا بداية لهذا الصورة هذه، دراسة بدائية للصورة هذه، عندما درسنا الماس والبايندين انرجي بدلالة الA والZ، إذا المعادلة 3.28 بالتحديد، وعندما تكلمنا عن الفوليوم ترم والسيرفس ترم والكولوم ترم، لماذا؟ لأن القطرة السائلة هذه مشحونة، وأيضا تكلمنا بعد ذلك، إذا هذو الخصائص وخاصة الفوليوم والسيرفس ترم، هذه الخصائص الخاصيتين أو الترمين من البايندين انرجي، هذه تخص وجاية من عالم الميكروسكوبي لندرس فيه بالطبع القطرة السائلة. وبالطبع الترم الكهربائي جاي من أنه القطرة السائلة مشحونة، وبعد ذلك أضفنا عليه ترمين لهما السيمتري ترم والبيرينج ترم، لهما بطبع ترمات تخص الخصائص العنصرية للنوكليونات، واللي جاية بطبع من العالم الكمي وتحديدا من الشل موديل.